اهلا بيكم يا جماعه، معاكم هشام. سامسونج مؤتمر جالاكسي انباكد لسنه 2020 واعلان الجيل الجديد من سلسله الاس. ثلاث موبايلات اعلنت عنها سامسونج وهي السامسونج جالاكسي اس 20 والاس 20 بلس والاس 20 الترا. فعلا حاجه خرافيه وابداع من سامسونج، موبايلات فعلا بامكانيات رهيبه. فخلونا كده نشوف الجيل الجديد من سلسله الاس دي مع بعض ونستعرض المواصفات. وكمان جالاكسي اس 20 الهاتف ده اصغر هاتف في الثلاث هواتف وبيجي بحجم 6.2 انش، وبيجي بعده هاتف اس 20 بلس بحجم 6.7 انش، واخر واحد الدلع بقى الاس 20 الترا. الموبايل ده بيجي بحجم 6.9 انش، وده اكبر موبايل في السلسله دي ومواصفاته رهيبه جدا. الثلاث موبايلات دول بيجوا بفتحه كاميرا اماميه هتلاقوها في نص الشاشه كده من فوق، وكمان المواصفات الداخليه هنا اكيد مختلفه لكل موبايل، ولكن المعالج الموجود في الثلاث هواتف هو احدث معالج من كوالكوم وهو سناب دراجون 865. فخلونا بقى نتكلم عن واحد واحد كده بالتفصيل ونشوف المواصفات بتاعته ايه. فهبدا باول موبايل وهو الجالاكسي اس 20. الموبايل ده بيجي بخيارين من رامات 8 او 12 جيجا رام وذاكره عشوائيه 128 جيجا بايت، وتقدر تزود المساحه دي حتى 1 تيرا. طيب مبدئيا كده دي حاجه كويسه جدا. طيب نروح بعد كده بقى للشاشه اللي كانت بحجم 6.2 انش زي ما قلنا، وكمان من نوع دايناميك اموليد 2 اكس بجوده كيو اتش دي. هتدي لك فعلا تجربه جميله وانت بتستخدم الجيل ده من سلسله الاس، وهتكون بدقه 1440 في 3200 بكسل بكثافه بكسلات 563 بكسل لكل انش. والجميل بقى انها بتدعم ال 120 هرتز، فعلا هتحس بتجربه جميله وانت بتشتغل وبتستخدم الموبايل ده. وهتدي لك كمان تجربه جميله لو انت من عشاق الالعاب وبتحب تلعب جيمز كتير على الموبايل، ففعلا هتقدم لك تجربه ممتازه. والشاشه هنا كمان هتحس انه تم تحسين الايدج فيها لما تمسك الموبايل وتشوفه، لا فعلا تم تحسين عن الجيل السابق بكتير جدا. فعلا سامسونج ابدعت في موضوع تحسين الايدج ده وبقت مظبوطه جدا. فلو انت كنت معجب بالموضوع الايدج ده في السلسله القديمه فهتلاقيها برده موجوده في السلسله دي ولكن بشكل اجمل شويه. ولو الموضوع كان مضايقك في السلسله القديمه فهتلاقيه في السلسله دي بقى احسن وشكل اجمل بكتير، وفعلا هتحس ان الايدج الموجود تم تحسينه بطريقه كبيره جدا. الموبايل ده بيجي مصنوع من الامام والخلف من الزجاج من نوع جوريلا جلاس 6، وكمان الاطار بتاعه هيكون من معدن الالومنيوم. اما بقى عن الاصدار اللي هينزل مصر فهيكون بمعالج سامسونج اكسينوس 990 بتكنولوجيا ال7 نانو، وهيكون المعالج الرسومي ميل جي 77. نروح بقى بعد كده للكاميرات الجميله في الاس 20، واول حاجه معانا الكاميرا الاماميه اللي كانت بدقه 10 ميجا بكسل فتحه عدسه اف 2.2، ومكانها في نص الشاشه من فوق هتلاقي نقطه صغيره كده موجوده، مش هتحس ان هي مخربه عندك الشاشه ولا حاجه، شكلها فعلا جميل لصغر الحجم بتاعها. اما بقى عن الكاميرات الخلفيه للموبايل الجميل ده الاس 20، فكانت ثلاث كاميرات خلفيه بتيجي بشكل مستطيل وشكل ناعم وجميل، وكانت الكاميرا الاولى بدقه 12 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 1.8، والكاميرا الثانيه بدقه 64 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2، والكاميرا دي اللي بتقدر تقرب بيها حتى 3 اكس حقيقي و30 اكس ديجيتال. وبالنسبه بقى للكاميرا الثالثه والاخيره فكانت بدقه 12 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.2، والكاميرا دي الخاصه بالتصوير العريض الالترا واي. المميز بقى في الثلاث هواتف دول الاس 20 والاس 20 بلس والاس 20 الترا ان انت بتقدر تصور فيديو بدقه 8K، فعلا اول هواتف في العالم بتدعم تصوير الفيديو بدقه ال 8K، وتقدر كمان تاخد صور وانت بتصور فيديو وهتطلع معاك الصور بجوده ممتازه جدا. نيجي بقى بعد كده المستشعر البصمه اللي هيكون موجود اسفل الشاشه من نوع الترا سونيك، وهيكون كمان بيدعم خاصيه الفيس انلوك، يعني هيكون عندك خيارين عشان تفتح شاشه الموبايل بتاعك، اما عن طريق بصمه الاصبع او عن طريق الفيس انلوك. واستجابه المستشعرات هنا سريعه وسلسه جدا، وفعلا هتحس بفرق كبير عن الجيل السابق. وبالنسبه بقى لفترات التشغيل وعمر البطاريه وحجم البطاريه، فالبطاريه في الاس 20 كانت بحجم 4000 ملي امبير وبتدعم الشحن السريع بقدره 25 واط، وعمر البطاريه هنا بقى افضل من الاصدار السابق اللي هو الجالاكسي اس 10، وهيدعم كمان الشحن اللاسلكي بقدره 15 واط. الموبايل ده كمان بيجي مقاوم للماء والاتربه بشهاده اي بي 68، ودي كعاده سامسونج مش حاجه غريبه عليها انها تدعم الموبايلات بتاعتها وتكون مقاومه للماء والاتربه. ونظام التشغيل عندنا في الاس 20 او في الثلاث هواتف عموما هو هيكون الاحدث من الاندرويد، وهو هيكون نظام الاندرويد 10. واخيرا بالنسبه لالوان الاس 20 اللي هيتوفر بيها، فهيتوفر بثلاث الوان هما الرمادي والازرق وكمان الورد. واخر حاجه عندنا بقى النسخه اللي هتنزل مصر هتكون هي من معالج سامسونج اكسينوس، وكمان اللي بتدعم ال 4G مش ال 5G، وده هيكون سعره تقريبا 16000 جنيه مصري، وهيبدا يتوفر في السوق ابتداء من شهر مارس 2020. نروح بعد كده بقى للاس 20 بلس. الهاتف ده هيجي ب 12 جيجا رام وذاكره عشوائيه 128 او 256 جيجا بايت، وتقدر برضو تزود المساحه هنا حتى 1 تيرا بايت. وبالنسبه بقى للشاشه هنا فزي ما قلنا حجم الشاشه هيكون 6.7 انش من نوع دايناميك اموليد 2 اكس، وكمان بجوده كيو اتش دي، وبدقه 1440 في 3200 بكسل بكثافه بكسلات 525 بكسل لكل انش، وهتدعم برضو ال
120 هرتز وال HDR 10. تقريبا مواصفات الشاشة عندنا واحدة في الثلاث موبايلات مع اختلاف كثافة البكسلات، ونفس الكلام برضو لتحسين الإيدج في الشاشة، فسامسونج حسنت الإيدج في الثلاث موبايلات بتوعها ال S20 وال S20 Plus وال S20 Ultra، وهتلاحظ فعلا الفرق كبير بين تحسين الإيدج في الجيل ده والجيل السابق من سلسلة ال S. برضو الموبايل ده ال S20 Plus بيجي مصنوع من الزجاج من الأمام والخلف من نوع غوريلا جلاس 6، وكمان الإطار بتاعه هيكون مصنوع من معدن الألمنيوم. أما بقى عن الكاميرات في ال S20 Plus، وأول حاجة الكاميرا الأمامية اللي كانت بدقة 10 ميجا بكسل فتحة عدسة F2.2، واللي هتقدر تصور بيها 4K ب2160 بكسل ب30 و60 إطار في الثانية. إيه الجمال ده يا سامسونج؟ ولكن كنت أتمنى إنها تيجي أكبر شوية، ما تكونش نفس مواصفات ال S20، عشان حتى على الأقل أقدر أحس بالفرق بين ال S20 Plus وال S20 من حيث الكاميرا الأمامية. أما بقى عن الكاميرات الخلفية في ال S20 Plus، فكانت كاميرا رباعية برضو جاية بشكل مستطيل وشكل حلو في ظهر الموبايل من ورا، شكلها جميل، وفعلا سامسونج أبدعت في وجود الأربع كاميرات أو وجود الكاميرات الخلفية بشكل مستطيلي، شكله ناعم وشكله جميل ومتناسق فعلا مع التصميم اللي سامسونج قدمته. وهتكون الكاميرا الأولى بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F1.8، وهتدعم المثبت البصري OIS، ودي هتكون الكاميرا الأساسية. أما بقى عن الكاميرا الثانية، فهتكون بدقة 64 بكسل بفتحة عدسة F2، والكاميرا دي هتكون خاصة بالتقريب التليفوتو، ونفس كاميرا ال S20 هتصل إلى 3X حقيقي و30X ديجيتال في التقريب، وكمان هتدعم ال OIS. أما بقى عن الكاميرا الثالثة، فهتكون بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2.2، والكاميرا دي الخاصة بالتصوير العريض الألترا وايد. أما بقى عن الكاميرا الرابعة والأخيرة، فهتكون بدقة 3 ميجا بكسل، والكاميرا دي هتكون مخصصة لتصوير العزل والبورتريه. لو أنت بقى من الناس اللي بتحب تصور بورتريه وبتحب تصور صور فيها عزل، فسامسونج حابة تطلعك وضافت لك كاميرا رابعة في ال S20 Plus. تقريبا الكاميرات هنا نفس كاميرات ال S20، ولكن زادت عليهم الكاميرا الرابعة اللي كانت بدقة 3 ميجا بكسل اللي بتقدر تصور بيها صور بورتريه وصور فيها عزل. طبعا زي ما قلنا الثلاث هواتف بتقدر تصور بيهم فيديو بدقة ال 8K. بصراحة تجربة جميلة جدا ومواصفات عالية في الأداء، وفعلا سامسونج بتعود بقوة. برضو مستشعر البصمة عندنا في ال S20 Plus هيكون نفس ال S20، هيكون هو مستشعر بصمة الإصبع اللي هيكون موجود أسفل الشاشة، وكمان هيدعم الفيس أنلوك. أما بقى بالنسبة للبطارية، فكانت أكبر شوية من ال S20 وكانت بحجم 4500 ملي أمبير، وهتدعم كمان الشحن السريع بقدرة 25 واط، وكنت أتمنى هنا إنها تزيد شوية عن ال S20، وكمان هتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط. برضو الموبايل ده بيجي مقاوم للمياه والأتربة بشهادة IP68، ونظام التشغيل زي ما قلنا للتلات هواتف هو النظام الأحدث من الأندرويد، وهو الأندرويد 10. وال S20 Plus هيتوفر بثلاث ألوان، هما الأزرق والأسود والرماد. وبرضو آخر حاجة، النسخة اللي هتنزل مصر هي النسخة اللي بمعالج سامسونج أكسينوس. النسخة دي هتكون متوفرة فقط لل 4G، مش طبعا مش هتدعم خاصية ال 5G، والموبايل هيتوفر سعره من تقريبا 18000 جنيه مصري، وهيبدأ توفره في الأسواق ابتداء من شهر مارس 2020. أما بقى دلوقتي ندخل على مرحلة الوحش، وندخل على ال S20 Ultra. الهاتف ده يا جماعة فعلا الهاتف الأقوى في بداية 2020، مواصفاته قوية جدا مقارنة بالمنافسين التانيين، سواء كانت المعالج أو البطارية أو كمان الكاميرات اللي موجودة زي ما هنشوفها مع بعض. ال S20 Ultra هيجي ب 12 و16 جيجا رام، تجربة فعلا تستحق ان انت تجربها، حاجة كده فعلا من الاخر، يعني لا تهنيج ولا كل الكلام الفاضي ده. حتى لو كان في تهنيج فانت اساسا مش هتحس بالتهنيج اللي هيكون موجود في الموبايل. والذاكرة العشوائية هنا عندنا هتكون بثلاث خيارات، 128 او 256 او 512 جيجا بايت، وتقدر برضو تزود المساحة هنا حتى 1 تيرا بايت. طيب ده حاجة كويسة جدا وحاجة جميلة جدا. وبالنسبة للشاشة هنا زي ما قلنا بحجم 6.9 انش من نوع دايناميك اموليد 2X، وكمان بجودة QHD، يعني تقريبا حجم الشاشة عندنا هنا في ال S20 Ultra 7 انش، فعلا حاجة كبيرة جدا، ودي ميزة حلوة جدا لو بتحب تتفرج على فيديوهات او بتحب تلعب جيمز على الموبايل بتاعك، فالشاشة هنا هتوفر لك وهتقدم لك تجربة ممتازة جدا. الشاشة والسطوع والالوان في الجيل ده فعلا ممتازة، وهتحسسك فعلا بواقع ملموس، حاجة كده هتخطف عينيك. اما عن دقة الشاشة هنا فكانت 1440 في 3200 بكسل بكثافة بكسلات 511 بكسل لكل انش، وهتدعم برضو ال 120 هرتز وال 60 هرتز وال HDR 10. ولكن ملحوظة صغيرة هنا، انت لو استخدمت ال 120 هرتز هنا فالموبايل هيقلل دقة الشاشة بتاعته الى فول اتش دي بدقة 1080 بكسل، فدي حاجة لازم تكون عارفها برضو عشان فعلا هتلاحظ فرق كبير. تمام كده؟ طيب تمام. اما بالنسبة للاتش فاحنا اتكلمنا عليها مرتين، واتكلمنا ان سامسونج حسنتها في ال S20 وال S20 Plus، وبرضو حسنتها في ال S20 Ultra. الموبايل ده برضو ال S20 Ultra هيكون مصنوع من الزجاج من الامام ومن الخلف من نوع غوريلا جلاس 6، وكمان هيكون الاطار بتاعه مصنوع من معدن الالومنيوم. اما بقى عن الكاميرات في ال S20 Ultra، فخد عندك بقى الدلع كله. واول حاجه معانا الكاميرا الاماميه اللي كانت بدقه 10 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف
F2.2 واللي هتقدر تصور بيها 4K بدقة 2160 بكسل ب 360 إطار في الثانية الواحدة. وبالنسبة بقى للكاميرات الخلفية للـ S20 Ultra فهتكون برضو كاميرا رباعية وبشكل بارز وجميل في ظهر الموبايل من ورا، شكلها فعلا حلو وراقي، وفعلا سامسونج أبدعت في موضوع الكاميرات ده. وهتكون الكاميرا الأولى معانا بدقة 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة F1.8 وهتدعم المثبت البصري OIS، وهتكون دي معانا الكاميرا الأساسية. أنت متخيل 108 ميجا بكسل كاميرا؟ فحاجة فعلا كده خرافية. فسامسونج هنا بتقول لك صور بقى وطلع المصور اللي جواك. أما بقى عن الكاميرا التانية معانا في الـ S20 Ultra فهتكون بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F3.6، والكاميرا دي هتكون خاصة بالتقريب اللي هو التليفوتو، وهتقدر تعمل بيها زوم لحد 100x. أنت متخيل حجم التقريب اللي هيكون في الكاميرا دي 100x؟ يعني هتقدر تصور وهتقدر تجيب زوم لحد 100x، حاجة فعلا خرافية وحاجة فعلا إبداع من سامسونج. ولكن في حاجة عشان ما تزعلش لو أنت قربت الصور وما طلعتش معاك الصور كويسة، فأنت لو هتستخدم الخاصية الـ 100x وعشان تقدر تعمل زوم لازم تستخدم ترايبود وأنت بتستخدم الخاصية دي أو أنت بتستخدم الموبايل بتاعك عشان تقدر تطلع صور بجودة ممتازة، وكمان تقدر تطلع التصوير أو الزوم بتاعك الـ 100x ده فعلا تكون جودته كويسة. أما عن الكاميرا الثالثة فكانت بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2.2، والكاميرا دي الخاصة بالتصوير العريض الألترا وايد. والكاميرا الرابعة معانا والأخيرة هتكون بدقة 3 ميجا بكسل عشان خاطر تصور بيها صور بورتريه وتعمل عزل في الصور بتاعتك وانت بتصور. طبعا زي ما قلنا واتكلمنا الثلاث هواتف هتقدر تصور بيهم فيديو بدقة 8K. مستشعر البصمة برضو هنا في الـ S20 Ultra هيكون نفس الـ S20 والـ S20 Plus، وهو مستشعر بصمة الإصبع اللي هيكون موجود أسفل الشاشة، وكمان هيدعم الفيس أنلوك. أما بقى من حيث البطارية فكانت أكبر شويتين من الـ S20 والـ S20 Plus، وكانت بحجم 5000 ملي أمبير، وهتدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط. وكان نفسي في الـ S20 Plus تكون أكبر شوية من الـ S20 وأقل شوية من الـ S20 Ultra، وهتدعم كمان الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط. وبرضو الموبايل ده هيجي مقاوم للماء والأتربة بشهادة IP68. ونظام التشغيل للثلاث هواتف هيكون برضو هو النظام الأحدث من الأندرويد زي ما قلنا، وهو الأندرويد 10. أما من حيث توفر بقى ألوان الـ S20 Ultra فهيتوفر عندنا بلونين وهما الأسود والرمادي. وآخر حاجة برضو في النسخ اللي هتنزل مصر هي النسخة الخاصة بمعالج سامسونج الأكسينوس اللي بيكون بيدعم خاصية الـ 4G مش الـ 5G، وده هيكون سعره تقريبا 21000 جنيه مصري، وهيبدأ توفره في الأسواق ابتداء من شهر مارس 2020. دي تقريبا كانت مراجعة كاملة وسريعة لهواتف الـ S20 والـ S20 Ultra والـ S20 Plus اللي تم الإعلان عنهم في مؤتمر سامسونج Unpacked لسنة 2020. في النهاية لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تشترك في القناة وتدوس لايك وتعمل شير وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. أشوفك الفيديو الجاي، مع السلامة.